حاج علي صباح الخير. اليوم هذه الجلسة كان يريد الرئيس نبيه بري بأن تكون جلسة حوار، هل سيكون هناك موقف للرئيس نبيه بري، وخصوصا بأنه اليوم الثنائي المسيحي أيضا بات شريك بالتعطيل؟ يعني اللي بدي أقوله، اللي عم ينتظر تعليمات من الخارج، هذا الأمر لا يمكن أن يوصلنا إلى نتيجة. اللي بيرفض الحوار، أنا بس بدي أسأل سؤال، من يرفض الحوار بس يعطينا شو الحل؟ لما عم نعمل جلسات وكل جلسة تشبه إختها، شو البديل؟ البديل إنه نقعد ونتفق ونتفاهم ونتحاور ونتناقش، يمكن أن نصل إلى نتيجة. بس اللي بيرفض الحوار بس يعطينا شو الحل؟ هل هذا اللي عم بيرفض الحوار ناطر إشارات من الخارج؟ هو من ينتظر؟ هل هم التيار والقوات اللبنانية تنتظر؟ المبدأ العام عم بيحكي كل من يرفض الحوار ما بده انتخاب رئيس للجمهورية، من يرفض الحوار ما بده رئيس. المسعى الخارجي يعني يصل إلى انتخاب رئيس مسعى خارجي يدعم الموقف الداخلي. الرئيس بري أكثر إنسان حريص على إجراء هذا الاستحقاق، وعم بيقوم بدور كبير من خلال اتصالاته حتى نصل إلى نتيجة. بس اللي عم بيرفض الحوار شو عم بيعمل؟ بس يدلني يعطينا موقف شو عم بيعمل من أجل انتخاب رئيس. علي بسؤال أخير، هل برأيك اليوم من بعد هذه الصعوبات بانتخاب رئيس ولبنانة هذا الاستحقاق، هل الحظوظ أكثر تكون للعماد جوزيف عون؟ نحن ما بنفوت بموضوع أسماء، بالحوار يمكن أن نصل إلى نتيجة، خارج الحوار لو بنعمل 100 جلسة ما رح نوصل إلى نتيجة. اليوم في حادثة اليونيفل، كيف تطمئن الداخل اللبناني وشو الرسالة يعني إلى؟ يعني أنا هلأ ما عندي معطيات جديدة، عم بسمع الأخبار، هذا حادث مؤسف، كنا بنتمنى إنه هذا الأمر ما يصيرش، ونحن بنحافظ على وجود قوات الطوارئ الدولية لتنفيذ القرار 1701.